صديق الخير فالك الخير. اللي أخر الصلاة ستتأخر أموره في الحياة، اللي أخر الصلاة ستتأخر أموره في الحياة، كل شيء يبغاه بيتأخر أو يتعكر أو يتعثر أو يتعطل أو يتوقف، واللي يبدي الصلاة ويقدم الصلاة ويجعلها أول اهتماماته الصلاة سينجح في الحياة وسوف تتقدم أموره في الحياة وسوف تتيسر أموره وكل ما يتمناه ويبتغيه في هذه الدنيا وفي هذه الحياة. وهذه قاعدة يا جماعة الخير. وما زال قوم يقدمون الصلاة ويبكرون في الصلاة ويجعلونها أول اهتماماتهم إلا قدم الله أمورهم اللي يحبونها كلها وشافوها قدام عيونهم مثل القمر. وما زال قوم يؤخرون الصلاة أو يفرطون في الصلاة إلا وأخر الله أمورهم وأخر الله دعواتهم وأخر الله مطالبهم وحاجاتهم حتى يعودوا إلى ربهم وينتظموا في صلاتهم. قال الله سبحانه وتعالى: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، يعني من الدوام الاستمرار، ما هو بتنام عنها وتأخرها، ما هو بتصلي أحيانا وتترك أحيان، ما هو بلين بغيت صليت ولين ما بغيت ما صليت، لا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أول ما يسأل عنه الإنسان يوم القيامة الحج. أي مركزين متبعين معي الصلاة يا جماعة الخير. فإذا صلحت صلح سائر العمل، وإذا فسدت فسد سائر العمل. فأنت حاسب نفسك في أمر الصلاة، هل أنت ممن يجعلها أول اهتماماته؟ أجل ترى اهتماماتك راح تتنفذ إن شاء الله.